كرم محافظ محافظة تعز عددا من المبدعين المشاركين في مهرجان تعز الخامس خلال الحفل الذي أقامه مكتب الثقافة بالمحافظة للمبدعين في التصوير وإعداد التقارير التلفزيونية والمونتاج. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ومكتب الثقافة بتعز عبد الخالق سيف ووكيل محافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم صبري وبحضور عدد من المثقفين والمبدعين يكرم مبدعي الكلمة والصورة والذين تسابقوا في مسابقة ما عيد إلا في تعز. الاحتفال الذي أقيم على شرف أيقونة الإبداع وفنان اليمن أيوب طارش عبسي. طبعا نحن اليوم نلتقي في ختام مهرجان ما عيد إلا في تعز لنقول بأن عيد الأضحى من كل عام سيكون مهرجان ما عيد إلا في تعز. هذا التقليد سوف يستمر، وما يتميز به هذا التكريم أو هذه الاحتفالات أنه يختتم دائما بتكريم المبدعين. نحن اليوم في قاعة محافظة تعز، تقريبا القاعة بكلها تحتوي على مبدعين فقط. اليوم يعني هذا الاحتفال احتفالا متميزا لتعز الثقافة، لتعز التي تنشد العلم والتميز والتنوع، ففيها من كل شيء، وما عيد إلا في تعز. التكريم يعني للمكرمين أشياء كثيرة والتي تعطيهم دفعة بأن يكونوا بوابة الإبداع الدائم والمستمر في نقل المعاناة والفرح والثقافة لمدينة تعز التي تعانق كل شيء جميل رغم قبح حصارها من ميليشيا الانقلاب. صراحه لاول مره نحصل على رد لاعتبار جهودنا اللي نبذلها في المحافظه، مثلنا الكثير من جهودنا لهذه المحافظه لم نلاقي التقدير، لكن لاول مره نحصل على التقدير، وهو يمثل لنا الشيء الكثير، يساعدنا على الاستمرار والاستمرار في تغطيه الاحداث والفعاليات في المحافظه. اليوم بناء على اعلان السلطة المحليه في تكريم الفائزين في الذين قاموا باحياء مهرجان تعز العيدي الخامس الذي اقيم في ميدان الشهداء، كانت لحظة ممتازة وتعني الكثير للإعلاميين والكثير من الذين وثقوا هذا الحفل الجميل الذي ظهر بحلته الجديدة ولأول مرة، زرع الابتسامة والفرح في نفوس أبناء تعز في ظل الحرب والحصار المفروض على المدينة. كان هناك لفتة كريمة من السلطة المحلية ومكتب الثقافة كرد اعتبار لهؤلاء من قاموا بهذا العمل الجبار، يشكرون عليه. هنا اليوم في هذا الحفل التكريمي الذي يقيمه مكتب الثقافة تقديرا منه لجهود المبدعين الذين شاركوا في صناعة تلك الملحمة الوطنية في ميدان الشهداء، مكتب الثقافة اليوم والسلطة المحلية تكرمهم على كل جهودهم المبذولة هناك. هؤلاء الشباب الذين يعني صنعوا بكاميراتهم بمونتاجاتهم بتقاريرهم بتقديمهم بكل إبداعهم بعملهم في ميدان الشهداء نجاحا لذلك المهرجان الذي يقول أن تعز ثقافية عبر العصور، تعز ستبقى مقدمة للإبداع وللمبدعين. شكرا للجميع، شكرا لكل من شارك في صناعة هذه الفرحة. محافظة تعز اليوم تحتفل بالإبداع والمبدعين بامتياز، وخصوصا أنها أظهرت ذاك الإبداع الذي أظهر حلة إبداعية تتميز بها تعز دائما في عيدكم إلا في تعز. نعايم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز. ترأس وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذ لاجتماع ناقش فيه الاحتياجات العاجلة لقطاع التربية والتعليم في محافظة عدن، وأكد الشاذ لي أن توجيهات محافظ محافظة عدن تقضي بأهمية البحث عن معالجات لهذا القطاع المهم، داعيا الجميع لبذل الجهود للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية وبالذات المنظمات، وأهمية خلق شراكة بين الدولة والجهات المانحة لسد احتياجات هذا القطاع المهم. وأقر الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني ومدراء عموم التربية والتعليم والتخطيط والخدمة المدنية وضع مصفوفة معالجات لهذا القطاع وتحسين أداء المعلم وأكد الطاقة الشمسية للمدارس وإعادة تأهيل المدارس وترميمها.